بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Hello everyone and welcome to the Queen Rania Teacher Academy 2024 Forum Before we begin Please note that instant interpretation is available in Arabic English French and Sign Language You can select your preferred language by clicking on the interpretation button which shows the globe icon at the bottom of the zoom window My name is have بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا. نتشرف بحضور جميع المتابعين والمهتمين الذين ينقلون تجربة تعلمهم إلى مواقعهم حيثما كانوا. واستجابه لهذا التنوع في جمهور الاكاديميه لهذا الحدث التربوي الكبير نوفر لكم خدمه الترجمه الفوريه للغات العربيه والانجليزيه والفرنسيه ولغه الاشاره في جميع الجلسات الحواريه وذلك بالضغط على ايقونه الكره الارضيه اسفل الشاشه. السيدات والساده معكم محدثتكم ايناس شناعه وزميلي خالد عماد من اكاديميه الملكه رانيا لتدريب المعلمين يسعدنا ان نقدم منتدى هذا العام.

خبرات غنية في ميدان التربية والتعليم لإغناء الميدان التربوي في الأردن والمنطقة والمهتمين عالمياً. جاء المنتدى هذا العام تحت عنوان "الارتقاء بالتعليم من خلال الشراكات"، مسلطاً الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان تطوير التعليم واستدامته. Ladies and Gentlemen, fellow speakers, thank you for joining us online from around the world. I want to thank each of our speakers for participating in this event. The quality and caliber of speakers this year are outstanding, and I also want to thank all of you for joining. And I hope you're looking forward to the discussions as much as we are here at QRTA. Would like also to inform you that you will receive a certificate of attendance via email. Alhudur alkiram, نشكركم إلينا عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم. ونتقدم بالشكر الجزيل لكل المتحدثين عبر هذا المنتدى وما سيشاركوننا به من خبرات. ونود ان نؤكد ان جميع الحضور ستصلهم شهاده عبر بريدهم الالكتروني. Please engage with us by sharing your questions in the Q&A section. Don't forget to follow us on our social media channels and share your favorite speaker, session and what you learned from the forum. Don't forget to use the hashtag QRTA Forum 2024. And now we'd like to welcome our CEO, Dr. Abidat, who will deliver the opening remarks for the forum. الحضور الكريم، في حال الرغبة في التفاعل معنا أو طرح الأسئلة، يمكنكم القيام بذلك عن طريق قسم الأسئلة والأجوبة Q&A ونشكر لكم متابعتكم ونذكركم بمتابعتنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية. ومشاركتنا استفادتكم من الجلسات بنشركم مقولات مقتبسه مما اعجبكم من جلسات المتحدثين. راجينا منكم اضافه هاشتاغ qrta forum 2024 في نهايه كل اقتباس. والان يتشرف الرئيس التنفيذي لاكاديميه الملك رانيا الدكتور اسامه عبيدات بالترحيب بكم في هذا الحدث التربوي العالمي فليتفضل مشكورا. شكرا شكرا ايناس وخالد على هذه المقدمه صباح الخير ومساء الخير للجميع لانه اعتقد في البعض بدايه اليوم والبعض قرب يوم على الانتهاء سيدات والساده ارحب بكم جميعا في منتدى اكاديميه الملك رانيا لتدريب المعلمين 2024 وكل الشكر لكم على حضوركم ومشاركتكم في هذا الحدث الهام الذي يجمعنا اليوم من مختلف القطاعات من اجل الارتقاء معا بالتعليم من خلال الشراكات وياتي عقد هذا المنتدى في غمره احتفالاتنا بالذكرى الخامسه عشر لتاسيس الاكاديميه في عام 2009 والحمد لله خلال هذه السنوات قطعنا اشواطا وانتقلنا من مؤسسه محليه اردنيه الى مؤسسه يشار اليها بالبنان على المستوى الاقليمي لا بل ايضا وضعت رجليها بثبات على عتبه العالميه كما تعلمون ايها الحضور الكرام فان الاكاديميه بدات منذ 2021 بعقد المنتدى السنوي عن بعد والذي جاء امتدادا لمنتدى مهارات المعلمين الذي كان يعقد سنويا وجه لوجه منذ 2013 وهذا المنتدى هو واحد من مجموعه من البرامج والخدمات المتعدده المجانيه والمتاحه للجميع للمجتمع التربوي التي تقدمها الاكاديميه مثل المساقات المفتوحة المصدر الموكس أو خدمة سأل خبرانا أو الجلسة الحوارية الشهرية اللي كثير منكم بيتابعونا وبيحضروها آر تي توك اللي لغاية الآن منذ انطلاقها بعام 2020 وصل عدد مشاهداتها إلى ما يقارب 2.5 مليون مشاهدة وطبعا كل هذه الجلسات متوفرة على قنواتنا وهي متاحة للجميع المنتدى السنوي اللي بتقدمه الاكاديميه اليوم اصبح بكل فخر والحمد لله تظاهره عالميه، يجتمع فيها الالاف من التربويين من مختلف دول العالم، من اجل الاستماع والتعلم وتبادل المعرفه مع بعضهم البعض. حيث اصبحت الاكاديميه المكان الذي يثق فيه المجتمع التربوي، وهذا طبعا اخذنا وقت طويل لحتى وصلنا لهذه المرحله. اليوم الاكاديميه هي المكان الذي يثق فيه المجتمع التربوي من اجل تقديم كل ما هو جديد وحديث ومفيد ويخدم المعلم وهذا المهم يخدم المعلم داخل الغرفه الصفيه وكما يخدم القاده التربويين والمشرفين داخل المدرسه منتدى هذا العام جاء بسبب ادراكنا ان التحديات التي تواجه الانظمه التعليميه كثيره الا انها متشابهه الى حد كبير وبالتالي اعتقادنا انه لا يستطيع طرفه لوحده مواجهه هذه التحديات او حلها ولا ينبغي أن يكون طرف واحد أصلا مسؤول عن حلها هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود من الجميع سواء من القطاع الحكومي من جهة ومن القطاع الخاص بأشكاله المختلفة سواء الربحي أو غير الربحي أو مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى ونحن في الأكاديمية نؤمن بالشراكات فأساس نجاحنا والحمد لله هو تعدد شراكاتنا والتي تمكننا من القيام بعملنا وتقديم كل ما هو مفيد للمجتمع التربوي طبعا لدينا تنوع هائل في في شراكاتنا وعلاقاتنا، لدينا علاقات مع الحكومات مثل واهم وزارات التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم في الاردن. وكذلك مع المنظمات الدوليه مثل البنك الدولي. كذلك مع مؤسسات التعليم العالي سواء المحليه مثل الجامعات الاردنيه الحكوميه والخاصه او الاقليميه مثل الجامعه في ابو ظبي او الجامعه الامريكيه في بيروت مثلا، او العالميه مثل جامعه هارفارد او جامعه كليه لندن او جامعه كنكت وكذلك مع منظمات ومؤسسات غير ربحيه اخرى يجمعنا رؤيه مشتركه. البوتوم لاين او الخلاصه انه احنا في الاكاديميه وانا شخصيا اؤمن ان اقامه الشراكات هي السبيل الى الارتقاء بجوده التعليم، وان يد واحده من قطاع واحد لا تصدق. انطلق المنتدى الاكاديميه 2024 امس وكالعاده في اليوم الاول قدم مجموعه من المعلمين والممارسين 15 ورشة عمل لأقرانهم من المعلمين والتربويين وبحب أحكي لكم أنه هذه ال 15 ورشة حضرها ما يقارب 9000 تربوي يعني 8700 بالضبط لكن من 79 دولة من دول العالم أو الحمد لله يعني كمان مرة اليوم ما تقدم الأكاديمية ليس فقط محصورا على التربويين في الأردن أو المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنما أيضا متنوع من كل دول العالم وكل قارات العالم ايضا اجنده اليوم حافله فلدينا اسماء لامعه وشخصيات تحدث اثر ولديها فهم كامل لاهميه الشراكات وسياسات هذه الشراكات وحوكمتها سواء ما يتعلق منها بالتعليم المدرسي او الجامعي. وقبل ان نقدم المتحدث الرئيس اسمحوا لي ان اشارك معكم اخر المستجدات في برامج الاكاديميه. مؤخرا وبعد عمل اشهر مع الجامعه الامريكيه في بيروت اطلقنا معا برنامج علم للمستقبل تيتش فور ذا فيوتشر والذي يتناول اخر الاتجاهات والمستجدات التربويه مثل المواطنه العالميه Global المواطن سيتيزنشب العالمي والذكاء الاصطناعي في التعليم ساينس ان ليرنينج وكمان التغير المناخي اللي اصبحت قضيه تلامس حياه كل كل فرد في في هذا العالم وغيرها ايضا كما اننا توسعنا في بناء قدرات معلمات ومشرفات رياض الاطفال في الاردن بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم والبنك الدولي. وكذلك اطلقنا بالتعاون مع سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه ما يسمى ببرنامج التميز المدرسي القائم على المدرسه الذي يهدف الى احداث فرق في البيئه التعليميه في مدينه في مدارس مدينه العقبه الحكوميه لغايه الان في المرحله الاولى. بهذا بهذا النموذج وضعنا كل برامج وخبرات الأكاديمية في مكان واحد سواء كان ما يتعلق بالدبلوم المهني في التعليم أو دبلوم القيادة أو أو تعلم أو الدعم نفس اجتماعي أو وأهم من ذلك أيضا عملنا مع سلطة العقبة على إطلاق رحلة الرحلة البيئية لأنه العقبة موجودة على البحر الأحمر ولها خصوصية أيضا اما اهم برامجنا خارج الاردن اللي اطلقناها مؤخرا فتتضمن العمل مع شركه ايتيو مثلا ومؤسسه الامارات للتعليم المدرسي لاعداد ما يقارب من 1200 فيديو للمواد الدراسيه المختلفه والصفوف المختلفه للمعلمين داخل الامارات من اجل مساعده المعلمين على اجتياز رخصه المعلم. كما اننا مستمرون في العمل مع حكومه سنغافوره على تطوير اطار لتدريس اللغه العربيه لغير الناطقين لاستخدامه في مدارسهم فبعد ان انهينا المرحلة الأولى من تطوير الإطار للصفوف الأولى، بدأنا بالعمل أيضاً على على تشكيل وتصميم إطار اللغة العربية لتعلم اللغة العربية للصفوف العليا. أرحب بالحضور مرة أخرى، وأشكركم على حضوركم وتفاعلكم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.